أعتقد ندوة صحفية للجزائرية للمياه حول الاستهلاك خلال أيام العيد. تم تشغيلها بطاقتها القصوى بما فيها يعني محطة تحلية مياه البحر، محطة التصفية عبر السدود، وكذلك الآبار حتى ننتج كمية أكبر من المياه اللي تم توزيعها. نعاود نذكر نهار الأحد قلنا باللي اليوم الأول من العيد بين الساعة 7:30 والساعة 2 بعد الزوال، هذاك هو الوقت ليتم فيه استهلاك الكمية الكبرى من المياه، والطلب يكون مرتفع. لهذا في الفترة هذه بالضبط شاهدنا يعني وين لابريسيون تنقص في القنوات وفي بعض العمارات، حقيقة المياه ما يوصلش إلى الطوابق العليا، لكن هذا راجع إلى الطلب المرتفع لهذه المادة في الوقت المحدد. لكن بعد الظهر يعني بدأ المياه ترجع للحنفيات حتى في الطوابق العليا. كذلك كنا أشرنا بأنه على مستوى الجزائري للمياه كاين أكثر من 5000 عون كان يشتغلوا في الميدان. إذا بالحقيقة أكثر من 5000 عون اشتغلوا يومي العيد، اليوم الأول اليوم الثاني، ونشكرهم بهذه المناسبة، نشكرهم بهذه المناسبة ونتمنى لهم عيد سعيد كذلك. نشكرهم لأنهم معظمهم قضاو خاصة اليوم الأول، قضاو نهارهم في الميدان وخلاو العائلة تاعهم في هذا اليوم المبارك. إذا عامة كل المحطات وكل المنشآت كنا متخوفين من التزويد بالكهرباء، لكن ما شاهدناش انقطاعات في الكهرباء إلا في نقطتين ولا اثنين يعني، وين وحتى المدة كانت قصيرة يعني. زملائنا من سون الغاز كان التدخل تاعهم كذلك بسرعة، والانقطاعات في بعض الأماكن ما شدتش أكثر من نصف ساعة. لهذا في الوقت هذا نقول على العموم كما أشار له زميلي عمار، السنة هذه كانت أحسن من السنة اللي فاتت ومن السنوات اللي فاتوا، ونقول بأنه كان كذلك يعني مش بيسموه بالفرنسية روتور ديكسبيريونس، وشاهدناه في الميدان هذا في بعض الأماكن وين بعض كان تذبذبات، كلنا درس كذلك حتى نقوم بالإنجاز المشاريع اللازمة باش هذا واش صرا ما يصراش في السنوات القادمة. هذا ما كان عندي باش نقوله، وحنا تحت التصرف إذا فيها أسئلة، وشكرا. السلام عليكم. إذن كانت هذه ندوة صحفية لتقييم استهلاك المياه والتزويد بها في مختلف مناطق